إياها وعملت لكم إياها قبل فترة، والصبايا دولهم يسألوني عنها. تمام، طريقة كتير سهلة وزاكية كتير كتير كتير، يعني مش عادية الطعم. طبعا سهل كتير. طبعا المكونات بتجيبوا هذا البسكوت أو أي بسكوت قريب منه. طبعا أنا بجيبه لايت عشان بتعرفوا هون كتير حلو، فبحب البسكوت يكون لايت. طبعا قشطة، علبتين قشطة، وجيلو على التوت أو ستروبري زي ما بدكم، حليب مكثف. تمام، وبلو بيري بيجي زي هذا علب السوبر ماركت. يلا باي، أول إشي بنعمله بندق البسكوت، نعمله ناعم ناعم عشان نحطه تحت بالسفن. أوكي باي، أول إشي بنعمله بندق البسكوت. أول إشي بنحط القشطة، نحط كمان علبه لانه راح اكثر البسكوت. هلا صبايا اذا ما راح تكثروا كثير بسكوت بتحطوا علبه واحده بس حليب مكثف. تمام، اذا حتكثروا بسكوت زي ما انا حكثر الطبقه اللي تحت، لان انا بحب بصراحه البسكوت يكون كثير، بتحطوا علبتين حليب مكثف. هلا بنحط الجيلو، الجيلي اللي على نكهة توت بلو بيري. تمام، تقدروا زي ما قلت لكم تحطوا ستروبري، بس انا بلاقي نكهة التوت اطيب صبايا، وبيعطي طعم وبيعطي لون كتير حلو للتشيز كيك. اوكي رح احط بس اثنين، مش رح احط ثلاثة. بضلكم طبعا كل شوي تعملوا هيك قبل ما نخلطهم بالبلندر بالخلاطة. طبعا صبايا نسيت مع المقادير اقول لكم تحطوا كمان كريمه. اوكي الكريمه لازم تحطوها. حطوا الكريمه للعلبتين الاثنين موجودين. خلصنا الخلطة، هلأ بنحطها على الخلاطة عشان كل اللي حطيناهم يخلطوا مع بعض وتكون خلطتنا هيك جاهزة للتشيز كيك. هلأ صبايا حطيناها على الخلاط، طبعا كل دقيقة بتطفوه وبترجعوا بتحركوا المعلقة لأنه الخلطة شوي ثقيلة. تمام، هلأ صبايا حطيناها على الخلاط، طبعا كل دقيقة بتطفوه وبترجعوا بتحركوا المعلقة لأنه الخلطة شوي ثقيلة. تمام، هلا صبايا حطيناها على
الطبقة اللي حكينا عنها فوق البسكوت. طبعا البسكوت بتطحنوه هيك وبتحطوا معه شوية حليب عشان يطرى. لا ما رح نحط طبعا البلو بيري عليه بكرة، بس ينحطه بالثلاجة من هون لبكرة. بكرة بنحط من فوق طبقة البلو بيري عليه. صحتين وهنا على قلوبكم.